مواليد برج الجدي استقبل البشرة والفرحة بإذن الله تعالى، استقبل الفرحة والرزق إن شاء الله. نبدأ بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير إن شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجدي. صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وبعد استخارة إن شاء الله هنشوف رسالتكم يا أحبابي في الله إيه بتقول من ضمن الرسائل. فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سورة التوبة، إن شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا ويرزقنا من حيث لا نحتسب بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو باللايك أحبابنا في الله. بسم الله الكاشف، أنا شايف في فرحة، في فرحة خلال ثلاث خطوات، خلال ثلاث خطوات في فرحة. الفرحة دي هتبشرك، الفرحة دي هتبشرك. شايف بس في عين ظاهرة، العين دي عاملالك عراقيل، عاملالك خنقة، عاملالك تعب، عاملالك ضيقة. العين ظهرالك يا برج الجدي، هذه العين عاملها لك عراقيل في حياتك، هي اللي مخليك مخنوق متضايق، يعني ما شايفش العلاقة بتكمل معاك العاطفية، العلاقات العاطفية مش مكتملة معاك. انا شايف ان انت بتحب المواجهات حبيبي، يعني هتحب تنتصر، شايف في انتصار لان انا شايفك منتصر على ناس ظلمتك، هتواجه ناس وهتنتصر عليها. بس انا شايف ان انت شايل مسؤولية، شايل مسؤولية حد عندك، شايف انا شايف في مسؤولية شايلها لانها حمالك عليك حمل تقيل، شايل مسؤولية حد عندك او شايل مسؤولية الاهل او هكذا. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. لان انت برضه يا برج الجدي متعرض للحسد، متعرض للعيان على طول، متعرض للاذى، بتسحب من طاقة الناس السلبية وبتعطيهم الطاقة الايجابية، لان انت روحانياتك عالية، عندك تخاطر، عندك روحانيات كويسة، بتبشرك او بتشعر بالشيء بيحصل، عندك احساس في قلبك هكذا، او عندك رؤيتك في المنام بتتحقق. بسم الله الكريم. شايف شايف برضو في نصرة على الناس اللي ظلمتك، لان في ناس ظلمتك كتير او تعاهدت معاك ان مش هتكذب عليك، هي كذبت عليك وخانتك، او انت واخدهم كصديق او حبيب وتديهم اسرارك لكن هم خذلوك وكذابين، لكن راح تكشفهم وتنتصر عليهم. شايف برضو ان انت بتبني، بتعمر، ممكن نقول بتعمر حياتك او بتعمر في بيت او بتبني في بيت او بتعمر حاجه بتبني فيها، ممكن نقول بتشتري منزل او بتعمر بيتك في اسره ان شاء الله. بسم الله الكاشف، انا شايف برضه هنا اشاره روحانيه، يعني انت روحانيتك عاليه، يعرف عنك ان انت عندك بتربط الاحداث او عندك روحانيتك بتديك احساسك صح. بسم الله الكاشف، انا شايف برضه في اخبار حلوه جدا، شايف في اخبار حلوه كويس عندك أمر البرج الجدي، عندك رسالة غير متوقعة، يعني الرسالة دي هتدي لك من حد غايب عنك الفترة دي، يعني أو هيبقى في اتصال الفترة دي، في إمكانيات جديدة، في أحداث جديدة، شايف هنا في حاجات كثيرة تظهر قدامك، بس خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، شايف في فرصة هتجي لك، الفرصة دي هتحسن من الوضع اللي أنت فيه. هتطلعك من الأزمة المادية أو الأزمة اللي أنت فيها أو من الحيرة اللي أنت فيها، هتطلعك منها. عشان في واحدة ست، الست دي مادية بتطلب ماديات، بتحب الفلوس، أو خلي بالك في ست حباك بتدعي لك، خايف عليك، ما بتحبش حد يأذيك، خايف عليك جدا، خلوا بالكم منها لأن هي بتدعي لكم، حاول تفضفضوا معاكم بهمومكم، بهمومها او بهمومكم، حاولوا تفضفضوا معاها ان الست دي بتحبكم وعايزاكم تكونوا احسن الناس، فحاولوا تدوا همومكم ليها او هي تديكم همومكم، فضفضوا معاها وبلاش تدي كل الناس اسرارك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. شايف هنا برضه في
فرفع بلوك او رسالة في هذا من التلفون، راح تدي لك رسالة او رفع بلوك، هتكون فرحان او مبسوط منها. شايف قدامها 3 خطوات، ان شاء الله نقول 3 ايام او 3 اسابيع بالكثير. شايف هنا في علاقة عاطفية او عندك شريك حياة، الشريك عنده علاقة تانية او طرف ثالث زي ما بيقولوا، علاقة ثالثة او شخص ثالث بيوصل اخبار كذب او عايز يغزو منكم. حافظوا على الشركة كويس او حافظوا على نفسيكم صح، لان انا شايف برضو ان انتو بتاخدوا الامور بعصبية، فبلاش تتهوروا وتاخدوا اموركم بعصبية عشان ما تندموش على قرارات تاخدوها ماشي، وبلاش المضايقة وما تضايقوش حد او ما تضايقش نفسك بالامور اللي حواليك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. شايف هنا اللي في عمل او في مقدم على عمل او في عمل دايلك باذن الله تعالى عن قريب. شايف هنا برضو خلي بالك في تعبان بيلف حواليك، في تعبان بيلف حواليك خلي بالك، والتعبان يتفسر بالسحر، فممكن يكون منكم برد الجدي عند السحر، السحر تعبه او مأثر عليه، بس انا شايف في تعبان ورا التعبان واحدة ست مسيطر على التعبان، فالتعبان اللي بيكون لا اما نظرة من هذا الست لا اما سحر من هذا الست، وهي قريبة من دمك لكن واقفة ورا الثعبان وهي من دمك، هي ممكن تكون سحر اسياك بيه هو الذي عمل لك العراقيل او التعب، لانها شايف تعبان كبير بيلف حواليك والست مسيطرة عليه، فهنا بناء يكون سحر، بس خلي بالك ان شاء الله ربنا يحميك وينديك منها باذن الله تعالى. شايف برضو قدامك طريق، الطريق دي هتنديك من حاجات كثيرة، من ضغوطات او من مشاكل هتدخل فيها ان شاء الله، وهتبعد عن المشاكل او الضغوطات اللي انت فيها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلى. شايف عندك برضو طاقة تفكير، طاقة هموم مضايقاك، يعني شايف في اشخاص انت بتحبهم او اشخاص يعني عزازان على قلبك او عزيزين على قلبك. بسم الله الكاشف، انا شايف في سر هنا، في سر وهينكشف، انت بتبحث على كشفه بس هينكشف قدامك باذن الله تعالى. في مشاكل حصلت، في حاجة مشاكل حصلت، حاول ما تضغطش نفسك او ما تدخلش نفسك في مشاكل مالكش فيها، مش كل الناس اللي تقف معاها، مش كل الناس حبيبتك. بسم الله الكاشف، انا شايف هنا وصول مبلغ او وصول حاجة معينة تخص الفلوس، او حد يبشرك بفلوس في حاجة تخص الفلوس ديالك عن قريب. بسم الله الكاشف، انا شايف عندك ورق معطل في المحكمة، في براءة او حاجة راح تخلص او ورث او حاجة تخلص في المحكمة، انت مستني انتظار راح تخلص هذا الاوراق او الحاجة اللي في المحكمة راح تخلص. بسم الله الكاشف، في سرقة حصلت، في سرقة حصلت، في أشخاص دخلوا بيتكم أنت أمنتوهم وهم سرقوا حاجات من المنزل عندكم أو من البيت، ناس لأن أنتم طيبين يا برد الجدي، طيبين قلبكم طيب وبتثقوا في كل الناس، فنيس دخلت، ناس دخلت بيتكم سرقتكم وخردت وأنتوا تدعلوهم أقارب أو طيبين أو مش هيمدوا إيدهم. بسم الله الكاشف، شايف هنا يا برد الجدي في أخبار من حد قريب جدا، اخبار حلوه هتفرحك، بس احذر من ناس منافقه، احذر من ناس منافقه مثل الثعابين، احذر منهم، ما تديش امانك لكل الناس او ما تديش اسرارك لكل الناس، فاحذر احذر يا مان. شايف هنا لقد في نصر، النصر ظاهر معاك، لقد نصركم الله، في نصر عندكم الظهر يا مان، يعني انتوا بين عليكم ظلمتوا يا برد الجدي كثير، في ناس كثيرة ظلمتكم أو افترت عليكم أو أذتكم، لأن شاف النصر معاكم في كل صفحة، في نصر ليكم بإذن الله تعالى، ربنا ينصركم إن شاء الله على الظالمين. بسم الله الكاشف، شاف برضه في شراء، شراء أنت عايز تشتري حاجة، لإما تليفون لإما سيارة لإما أرض، في حاجة عايز تشتريها لإما ملابس، في أنا شايف برضه طاقة الشراء حلوة، طاقة الشراء حلوة بإذن الله تعالى. شايف برضو منكم من دخل على زواج، دخل على زواج، شايف برضو في بيت أو نقلة من بيت لبيت أو هتنتقل أو هتشتري بيت، لأن شايف في نقلة وفيها راحة ليك، فيها راحة ليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، شايف ان انت هنا بتبني امور او بتحاول تبني حدات، في حدا بتبنيه، يعني انت شايف بتاخد خطوة ايجابية، في هنا في فرحة في العيلة او زيارة للعيلة او في فرح في العيلة وانت هتكون موجود، لان انا شايف في زيارة للعيلة. بسم الله الكاشف، ان انا شايف الزيارة دي قريبة، الفترة دي هيكون في زيارة عند العيلة، لان في مناسبة، لان في اشخاص مجمعين وفي فرحة وانت فرحان في وسطهم، لما يكون فرح في احد من افراد العيلة او مناسبة في العيلة. انا شايف الفترة دي انت الفترة دي بتعيش فيها وضع كويس، يعني شايف وضعك كويس وبتحاول تستمر، وبتحاول تستمر في علاقة، بس في علاقة غامضة ومش صريحة، مش صريحة يعني شايف. بس أقدر أبشرك إنه يكون عندك مواجهات في بعض العلاقة دي، وهتكشف كل شيء، هتكشف كل شيء قدامك في المواجهات دي، هتكشف كل حاجة قدامك يا برج الجدي. فضل وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فالاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الكاشف، انا شايف ان انت حاسس ان في حد بيخونك، حاسس ان في حد بيظلمك، وفعلا في واحده ست، في واحده ست ازياك، هي اللي برضو ازياك متابعاك مش سايبك في حالك، ان شاء الله ربنا يبعد عنك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. شايفنا، خلي بالكم، خلي بالكم ان حد عايز يحفر لكم حفرة، عايز يحفر لكم حفرة ويوقعكم فيه، عايز يوقعكم فيها الحفرة. انا شايف انا برضو ليكم خير، ليكم خير، خير قريب بكم بإذن الله تعالى، يعني الخير هيفتح معاكم بإذن الله. كونوا حريصين على تصرفاتكم، وبلاش تدوا كل الناس أسراركم، بلاش تطلعوا أسراركم، خلي طريقكم تكمل إن شاء الله، عشان ما تعطلوش في نص الطريق أو تقفوا أو تصدوا أو تلاقوا حادة صدتكم أو ردعتكم الورا هكذا، عشان خاطر أنتوا مش ناقصين، مش ناقصين، لأن السحر فيكم اللي مكفيكم، يعني مضغوطين. شوف الفترة اللي جاية هتكون لكم فترة راحة، فترة أخبار حلوة بإذن الله تعالى، بفضل ربنا سبحانه وتعالى راح تخرج من كل الضيقة اللي عندكم. أنا شايف إن أنتم شايلين هم كبير، شايلين مسؤولية كبيرة، حان الوقت إن أنتم تغيروا من نفسيكم، تبصوا لنفسكم شوية، تطلعوا من الطاقة السلبية اللي أنتم فيها، تخرجوا من الحادة اللي أنتم فيها، تعافروا، اتعافروا بإذن الله عشان تخرجوا لطاقة النور. أنا شايف في أخبار حلوة هتحسن الوضع معاكم بشكل كبير جدا، شايف في أخبار حلوة إن أنتوا شايلين هم، شايلين مسؤولية، يعني فلازم ترتاحوا، تغيروا، تفكروا صح، تدخلوا في مرحلة حلوة، مرحلة جديدة، عشان كده إن شاء الله بإذن الله تعالى فضل ربنا سبحانه وتعالى رح تدخلوا في النور أو في الأخبار الحلوة أو السعادات بإذن الله تعالى، وتتركوا الطاقات السلبية والتفكير السلبي وتدخلوا في الإيجابيات بإذن الله تعالى. أنا هنا في حاجة مشوش عليكم، أو طاقة تشوش، أو عاملة لكم غيمة، أو طاقة تفكير رهيبة، يعني في تفكير وفي عندك تعب كثير في منكم، في منه إعادة لدكتور أو راح يكشف، أو في حدا عند دكتور، أو في حدا رايحة أو هتروح الدكتور، لأن شايف في إعادة عند دكتور. شايف هنا منكم يعني هتتحسن معه الأوضاع، هتكون في أخبار حلوة أو مقابلة قد تنقلك لمستوى أحسن، هتنتقل. أنا شايف هنا بتشتري حدا، في حدا بتشتريها منزل أو حادة، وهتكتشف برضه، هتكتشف الست، هتكتشف الست اللي عملت لك السحر في بيتك، وهي امرأة من دمك، هي اللي عملت لك السحر، هتكتشفها وهتعرفها. وشايف منكم برضو بيحاول يفك السحر بأي طريقة، بيحاول يفك، إن شاء الله راح تفكه بإذن الله تعالى. وشايف برضو علاقة سامة راح تخرج منها، شايف علاقة سامة راح تخرج منها بإذن الله. في هنا ردوح حق ونصرة، ردوح حق ونصرة بإذن الله تعالى، وفي برضه تنتصر عليهم بإذن الله. شايف هنا برضو حواليك شخص على هيئة شياطين، وهي من دمك، من دمك ومن أقرب الناس ليك، أذتك بالسحر وأعراضه نفضة في الجسم، نفور بينك وبين الشريك،
وللبعض هنا قلق وتوتر وحيرة. لا، شايف هنا برضو هناك شيء ستجده، فقدته من فترة، بس احذر من أشخاص يستغلوك، احذر. شايف إن المنفصلين في فرحة ثانية، أو رجوع للمطلقين أو للمنفصلين في مبلغ مالي هنا، وفق كرب شديد، هيفك معك كرب. شايف برضو خروج شيء من بيتك معاه السحر والعين الحاسدة بإذن الله تعالى، وراح يخرج الشر من منزلك. شايف هنا بتلك الحبيب درس، أو شايف الحبيب محتار وغيران ومشتاق برضه. شايف نقلة نوعية وتغير جذري بأمورك، كن مستعد لاستقبال نعم الله عليك. أنت هنا إن شاء الله، شايف إن شاء الله الأيام القادمة ستنتهي كل الطاقات السلبية لديكم بالكامل. أنت مقبل على حياة جديدة فيها جبر خاطر، فيها راحة، فيها رزق، فيها خروج من الظلمة إلى طريق النور بإذن الله تعالى. شايف في أخبار حلوة قريبة، شايف مقابلة مع شخص يهمك أمره، مقابلة مع شخص يهمك أمره. شايف بإذن الله تعالى مناسبة عائلية سعيدة في الطريق ليك، فاستمتع بيها وربنا كتبها لك فيها كل الخير. شايف ورق يخص المال راح يخلص بإذن الله تعالى. شايف مشروع خطوبة أو ارتباط قريب منك جدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، اللهم بشرنا بما انتظر منك، وأنت خير المبشرين، كل أكثر من سورة التوبة بنية فتح الأبواب المغلقة. ونشوف رسالتك بتقول لك إيه، فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو واللايك أحبابي في الله. أسألك ربي من خير إلى خير ومن جميل إلى أجمل، أسألك ربي من خير إلى خير ومن جميل إلى أجمل، آمين يا رب العالمين. وكنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل، في صندوق الوصف اللينك لجميع الإعدادات، أو اكتب تم وأنا هعطيك اللينك في التعليقات إن شاء الله. قناة الشيخ يوسف للإعدادات بإذن الله.